ونتحول الآن إلى حالة الطقس والأرصاد الجوية يستعرضها لنا في وقفة أخيرة مصطفى ميزار. إليك مصطفى من جديد. شكرا محمد وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 21 درجة، ويكون الجو في القاهرة حار. في الأسكندرية 27-18 الجو فيها معتدل، في مطروح 24-19 والجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 30-20 والجو فيها حار، في الإسماعيلية 33-20 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 32 درجة مئوية، الصغر 21 والجو فيها حار، وفي العريش 30 درجة والصغرى 18 درجة والجو فيها حار، في طابة 32-20 الجو حار، في شرم الشيخ 36-23 الجو فيها حار، في الغردقة 36-23 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 41 درجة مئوية والصغرى 23 درجة والجو هناك شديد الحرارة، في أسوان 42-25 أيضا الجو هناك شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-23 وأيضا الجو شديد الحرارة، وفي شلاتين 32-23 والجو حار، وأخيرا في حلايب 31-24 والجو هناك حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.